تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم موصول إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات، تحياتي لكم جميعا عبر البث المباشر هنا من الصفحة المعلق الرياضي أحمد الضي بشارة، اللي منا بنبث اللايفات وكده. أي زول عايز تجيب اللايفات دايما يضغط أعجبني، اللي هو الإعجاب على الصفحة، أعمل متابعة. إن شاء الله تاني بتجيك اللايفات تظهر القديمة والجديدة. على أي حال، إن شاء الله الصوت عندكم واضح، إن شاء الله الصوت عندكم واضح، ويا ريت أي زول عنده الصوت واضح يعمل معانا لايك، يعمل معانا مشاركات. شكرا يا خوف الوجع، كتر خيرك كتير. مرحب، أهلا وسهلا جلال جمعة إدريس وكل الشباب. كويس، أنا طبعا يا مرات معلش بضطر ازيح التعليقات عشان اقدر اركز معك، يعني عشان اقدر اوصل الحاله اللي اقولها. بعدك ممكن الزول يرجع للتعليقات يقراها ممكن. طيب، الناس تشتغل معانا لايك وشير يا جماعه، الناس تشتغل معانا لايك وشير. اولا يا اخواننا نترحم تاني، وانا كمواطن سوداني وكزول قاعد في السودان وشايف كويس وحايم برجليني، شايف الاثار بتاعت الحرب في السودان في الولايه، شايفينها قدر شنو الحقيقه مؤلمه خلاص، وعايشين الطيارات ماشيه والصواريخ وغيرها والدانات والرصاص، ويعني قاعدين يعني كويس كله يعني بامر الله كويس. لكن كزول انا قاعد مواطن سوداني كبني ادم بقول يا اخي احسن الله العزاء وجبر الله الكسر في كل من فقدناهم كويس، في كل من فقدناهم في هذه الاشتباكات وفي هذه المخططات والمؤامرات الخطيرة التي أحيكت على البلاد لتفتيت البلاد ولتدمير البلاد، لتفتيت الجموع ولتفكيك الركب، من أجل أن لا يكون هنالك صفا وطنيا ينادي بأي عملية تحول ديمقراطي، أو لكي لا يكون هنالك عملية انتقال مدني حر للسلطة. لذلك نرى كثيرا من الأقلام التي قد بيعت وهي تهاجم في الناس، تأتي منشورات يهاجموا في الزول اللي يقول يا جماعة دايرين السلام كويس. ما هو بيقول دايرين السلام ده اتضرر، هو ما قال من راسه، هو زول قاعد في بيته أرزاقه اتقطعت، حياته اتعطلت، عنده أولاد ما عنده أولاد، هو زول الحريب دي ضاره، دايرة تنتهي الليلة، يمسك حميدتي يمسك برهان يمسك فلان يمسك علان، فهمت؟ ما عنده مشكلة، فهمت؟ ما عنده مشكلة، لو جاء قوش بيمسكها، لو جاء البشير معه. يعني أنا داير أوصل لك المواطن ده خلاص، يعني ما الآن هو ما داير سلام، داير سلام. طيب لو لاحظنا، انا حتكلم عن موضوع محمد علي الجزور ان شاء الله كويس، لكن لو لاحظنا انه بعد توقيع الهدنه كويس، بعد توقيع الهدنه الحمد لله وتيره الاشتباكات خفت شويه، الحمد لله رب العالمين انه يعني الصراع قل بشكل كبير كويس. شايف اخونا بلينكن جبال نهر الجماعه كلهم يعني قال لهم بطلوا المشاكل دي مش كده. طيب الحاجة دي يعني جعلت في نفوس الناس الطمأنينة، نفوس الناس يا جماعة ما بسمع زي ما قال قعقعة السيوف أو أزيز الطائرات أو رمي القنابل والصواريخ، يعني لا، ولا صوت المدافع ولا ولا ولا. بالمناسبة يا أخواننا موضوع المدفعية عطبر ده بالمناسبة الحاجة دي لفوا بيها جوا الحلة ورجعوها بالمناسبة خلاص. بعدين يا أخواننا في حاجة كده منطقية، المدفعية عطبر تضرب لك من وين؟ كويس تضرب لك من وين؟ هيك دايره تجي دي بتكون ورا الجيلي بمئات الكيلومترات ولا عشرات الكيلومترات. المهم في حاجات كده بتمر على الناس يعني كويس. لاحظنا انه خفت الوتيره والحمد لله رب العالمين كويس. لاحظنا انه الاحتقان بدا يتنفس كويس شويه شويه، درجه الاحتقان والغليان كويس. لاحظنا انه في رقابه دوليه خلاص، لاحظنا انه في رقابه دوليه، احنا عاملين زي اللي شاكلوا في البيت واللي جابوا لهم الجيران يقوموا يخطوا يعني كاميرات مراقبه عشان هؤلاء الناس ما يشاكلوا مره اخرى كده.
شكل الاثنين دول بيقوم يعمل لنا مشاكل فهمت في الحياه دي كده عموما. انت متضرر، الحياه واقفه، الموت راجي، ارواح مفقوده تذهب الى ربها بريئه، خلاص العساكر ذاته اللي بيقتتلوا بيناتهم، اللي بيموت ده جندي من الدعم السريع سوداني بنفقده، جندي من القوات المسلحه السوداني بنفقده، اللي بيموت من الضباط في الجيش السوداني بنفقده، الضباط في الدعم السريع بنفقده، انت السوداني لانه ما في زول بيقدر يا اخوانا يطلع حميدتي سوداني او ما سوداني كويس، لانه يا اخوانا الكلام ده عنصريه، والكلام ده بيجد كثير من القبائل بتشوفه موجه لها بالمناسبه. فحتى لو حاولت تقول انه هو في شخص هو واحد، لا، هي القصه يعني بقت معناته دي نظرتكم لينا، يعني بقى ده الكلام الرايج في الميديا اللي انت شايفه وشايفينه على مستوى الواقع. يا اخوانا يا جماعه في استهداف قبلي بصراحه، انا اقول لكم خلاص للقبيله اللي بنتمي لها انا شخصيا، والقبيله قبيلتي السودان في النهايه، وجنسيتي سوداني زي ما قال علي عبد اللطيف، لكن يعني حقيقه قصه انه ينزلوا ناس زي الشهيد برام وغيره، ينزلوا ناس من العربات عشان قبيلته يعني مسيري ولا قبيلته لزيق دارت تدي طلقه، يا اخوانا والله يا جماعه ده كلام بيفتح على الناس جبهات، وبيجيبوا عسكري من قبيله معينه عشان يفتنوه معاهم، فهمت؟ بيجيبوا عسكري من قبيله معينه عشان يفتنوه مع العنصر اللي هو ضربه ده، بيكون عنده اشكاليات معاه في الحدود، ولا يعني قصه كده مرتبه. يا اخوانا نحن وصلنا مرحله كويس، جيشنا ما قدر، البيكان بيقولوا لك الجيش بيحسن في دقيقتين وفي ثلاثه وفي اربعه، يا اخوانا احنا وصلنا مرحله جيشنا بيستعين بدوله من بناس من جنوب السودان اللي بقت دوله ثانيه ولها علم ولها استقلاليه ولها رمزيه، خلاص بقت دوله يعني في النهايه، فهمت؟ الان دوله جنوب السودان بيستعينوا بها ناس الجيش في 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 نقل قوات توماس اللي بيتبع اصلا كان لكاربينو كوانين الاصغر مننا، كاربينو كوانين ده كان متمرد كان ومشى انضم له جون جرنج سنه 83 لما تمرد برتبه عقيد، كان هو في الجيش ومنها مشى اعلن التمرد بتاعه في جنوب السودان. فعلى اي حال كلام ده زمن نميري او اخر نميري، خلاص اخر سنتين في عهد نميري كويس. فيلا هلا نحن لاول مره نشوف انه يا اخواننا بلدنا بتتعرض للنهب، خلاص نشوف بلدنا النهب فيه اسهل من ساهل. قصة فاتت في احداث يوم الاثنين التاريخي خلاص سنة 2005 كويس، نحن صغار كنا بنتذكر اليوم ده كويس، وبنتذكر كان اللي حصل شنو فيه خلاص. وانا قبل اليوم في قبل سنة سنتين شهور طويلة اتكلمت عن انه كان في اختفاء متعمد للقوات الامنية، خلوا الشرطة بس، والشرطة ما قدرت تواجههم لانه ما بيقدر يضرب رصاص في انت، فبالتالي داك في امكانه انه يجي يطعن كان بتاع الشرطة كويس. في النهاية حتى نزلوا الجيش ونزلوا الجهاز الأمني، ديل كانوا مسلحين تسليح تقيل، بعد ذاك القصة اتحسمت كويس. طيب فيلا نحن الآن في أتون حرب خطيرة، لايك شير يا جماعة، بذكر بأي زول بعينيه كلامي ده أو شايف كلامي ده بيمثله أو شايف فيه 1% بمثله، أعمل معانا لايك طوالي الآن، أعمل معانا مشاركة، أعمل متابعة على الصفحة، أعمل إعجاب على الصفحة. طيب الحرب اللي نحن عايشين فيها الآن دي كويس، واللي بدت هدنتها الحمد لله الناس يعني تشوف من سلامه بفضل الله تعالى، ربنا السلام ومنه السلام خلاص. شهدنا تصريحات لانس عمر، وطلعوا الجحاتة برروا له، وطلعوا قالوا انه اي زول محل محمد علي محل انس عمر حيقول الكلام ده لانه هو اسير ولانه هو كذا، ومع انه قبلها في ناس حذروا وقالوا انه يعني ممكن يكون انضغط يعني قبلها بليله كويس مما يظهر في الكاميرات. طيب طلعوا قالوا اسير، طيب محمد علي الجزول البعض برضه داير يقول يسوق الخط في الناس بتاع انه انت اسير قول الداير تقوله، طيب تمام اوكي انا معاك، وجزء لهم مشى لقصه عمار بن ياسر شنجاب لجاب كويس كويس شنجاب لجاب عمار بن ياسر رضي الله عنه، تقتلك الفئه الباغيه الفئه الباغيه كويس رضي الله عنه وارضاه كويس. فشنو اذا اخذنا الكلام ده كده، طيب إذا افترضنا الليلة القوات المسلحة اعتقلت ضابط من قوات الدعم السريع وجابته لك في الإعلام وبيتكلم وقام قال والله يا أخي ناس الجيش كويسين والله يا أخي وأن إحنا نعترف إنه اتحد، هنا هل حيكون ردك تقول إنه ده أسير؟ هل حتقول كده؟ ليه ما التمس العذر لناس كماتور؟ ليه ما التمس لهم العذر؟ خلاص؟ ليه؟ مبارك كاتشو كماتور
خلاص المفتش العام للقوات المسلحة ليه ما التمس له العذر؟ ممكن برضه يكون مضغوط. خلاص ليه ما التمسه لهاشم عبد المطلب؟ ما برضه ممكن كان يكون مضغوط. طيب محمد علي جزوري طلع في لايف او طلع في فيديو وواضح انه الفيديو ده كان طويل كويس اكتر من الدقيقتين وحاجة العرضت دي. وضع فيه محمد علي الجزولي اكثر ثباتا شوية من الصورة ظهر بها انس عمر. طلع محمد علي الجزولي وهو بيعرف نفسه بمحمد علي الجزولي رئيس حزب العدالة دولة العدالة والقانون، وبيعرف نفسه بانه هو منتمي لداعش. وانتوا يا جماعة بتعرفوا داعش جيدا، تعرفوها هذه الداعش خلاص التي تقتل زي ما قال من الاطراف، لا تراعي ذمة في صبي ولا صغير ولا كبير ولا كويس، المهم بس شغل بتاع تكفير وقتل. فهمت؟ عمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما مشى قاتل غزوة قال لي زول تسلم ولا اقتلك، عمره ما قتل لي زول قال لي عشان انت ما اسلمت، الا ديل بيهاجموا مهاجمة في غزوة بدر في اموال للمسلمين، وكان في حاجة المسلمين مشوا عشان يشيلوا خلاص وتودونا غير ذات الشوكة كويس، المسلمين مشوا وفي النهاية كانوا مفتكرين العير لكن بقت النفير. خلاص غزوة احد من هناك المشركين جو قالوا والله دارين نشيل التار، الخندق براهم جو قفلوا، تبوك بنفس الطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم سمع اخبار انه الروم جايين عليه ومش عليه، عمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتل زول قال له تسليم ولا اشقك نهائي، ما في كلام زي ده. فانت انت زول بتشيل سيف تسليم ولا اقتلك في سبيل الله، حيقول لك اسلمت. فهمت؟ لكن ما تفتكروا. فيلا من الفتوحات اللي حصلت بالمناسبه الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر بها ولا ربنا سبحانه وتعالى امر بها، امرك بالدعوه لكن ما امرك بالاجبار كويس. فالله سبحانه وتعالى حنيف بالناس، كريم بالناس، لطيف بالناس خلاص. فقبل اليوم انا اتكلمت عن انه محمد علي الجزولي التقيته في موقف شندي في الاعتقال، اتكلمت عن انه هو صح ناضل ضد نظام عمر البشير، انه مناضل دي ما في زول بيقدر ينساله خلاص، لكن افكاره الداعشيه التي يحملها هي نقطه الخلاف بيننا معه. الافكار الداعشيه خلاص اللي بتبعد من الاسلام. ولما ذي الخويصر التميمي قال للرسول صلى الله عليه وسلم زدني أهو من مالك أم من مال أبيك؟ زول يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة الكلام ده، قال له أهو من مالك أم مال أبيك؟ فسيدنا عمر رضي الله عنه كان دارك قطع راسه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا. ليه؟ لأنه شافه أساء الأدب هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له اقتله؟ لا. فهمت؟ دي ما سياسة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر غضب لأنه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات ربنا يعني خلاه يهدى وبعث خير الأنبياء والأتقياء له من ربنا سبحانه وتعالى الصلوات والتسليم. كويس؟ فشنو؟ الموضوع لو مسكناه، أنا والله قاعد أنساه المواضيع كثيرة. خلاص المهم محمد علي اعترف بالداعشية بتاعته. أيوه الزول بعد مرق ذي الخويصر التميمي الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمته الشهيرة كويس في الحديث اللي هو ليخرجن من ضئضئ هذا رجال يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، وفي رواية تراقيهم كويس يخرج السهم. يا إخواننا معلش 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 السامعني يا إخواننا انقطع البث فجأة كويس، السامعني يا ريت يوضح كويس، اي زول سامع البث الان يا ريت يوضح. المهم انا ما اعرف وصلت لغايه وين، سمعته لغايه وين، المهم نختصر. طيب محمد علي الجزولي اكد ما ذهبنا له منذ بدء هذه الحرب ان هذه الاشتباكات وهذه الفتنه التي تحدث عنها في النهايه، هذه الاشتباكات كانت من يدين الكيزان المتطرفين، وما كل كوز بالمناسبه لعلمكم، لانه في كثير من الكيزان معتدلين، في جزء منهم مؤمن بالكيزان لكن ما 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 متشدد يعني في انه في افعاله في سلوكه وكده ما هنا كويس. في كوز تلقى شغال طلبه، فهمت؟ ده تقبض وتقول لي شنو السيده، فهمت؟ لكن بتقبض الاكل المال والضياع وقتل وسوى وفعل وترك وهكذا يعني كويس. السامعنا يا اخواننا يا ريت الصوت عندكم واضح ولا ما واضح؟ السامعنا كويس، دي حاجه. الحاجه الثانيه أقر محمد علي الجزولي بأنه الإسلاميين هم اللي قاموا بالمهاجمة، وأنه علي كرتي هو اللي أداهم ساعة الصفر، وذكر لهم أنه يوم السبت مباشرة متوقعة أنها تنفجر. ده حسب تصريح محمد علي الجزولي، ده ما كلامي أنا خلاص.
انه الاحداث دي بتنفجر يوم الاحد. وكان حمد علي الجزولي بيتكلم بهدوء تام يعني، عشان كده قلت لك ظهرت صورته اثبت يعني. فشنو من 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 انس فقام يتكلم في النقاط دي واعترف بانه انس عمر كان قائد الكتائب بتاعت الاسلاميين، مع انه الناس ما شافته في الميدان، لكن المهم على اي حال كويس انس عمر انه كان في الكتائب دي قائدة، واعترف بانه هم تواصلوا مع عبد الفتاح البرهان، اتواصلوا مع البرهان وقالوا له يا برهان يا اخي انه هو قال يعني عرفنا انه الاتفاق الاطاري ده خلاص وما عارف ليك وكده. في النهايه محمد علي الجزولي اعترف وقال دي فتنه، ودعا قال انه الناس توقف الحرب، وانه اقسم او حلف بالله انه قال والله اذا نحن ما وقفنا الحرب دي السودان ده بينتهي لو ما وقفت الحرب. نفسي محمد علي الجزولي الامبارح بيقول لك يسلحوا الشعب، واللي دار يغزو بالفكرة دي مخيلة الكثير وعقول الكثير. خلاص في النهاية الآن طلع قال كويس انه هو كويس انه قال الناس ما يعني كويس الفكرة دي انها ذهبت عنه حتى وان كان الى حين، لكن كويس انه اقلها يعني ما تضر بالسودان، خلاص اقلها ما تضر بالمواطن، اقلها ما الناس دار الحرب تنتهي، المواطن في الشارع دار الحرب تنتهي يا اخوان كويس. والكلام بتاع محمد علي الجزولي بيثبت تورط الإسلاميين تماما يا أخواننا، بيثبت تورط الإسلاميين، وبيثبت إنه البرهان لا يد له خلاص في ساعة الصفر، لكن معناه كان مرتب معاملة، إنه كلام الزول ده بيدل على الكلام ده. خلاص دي حاجة. الحاجة الثانية الهدنة شفناه، ويعني في الهدنة ذكروا نقطة مهمة جدا كويس، انه تتوقف الحروبات الاشتباكات والاعمال العدائيه وكلام كثير. طيب الهدنه سمعنا بمدافع ثقيله، سمعنا باشتباكات دوشكات ودانات كويس، ومدفعيه متوسطه بالدب خلاص وقصيره بالدب من سلاح المهندسين على اتجاه الصالحات كويس، ولدرجة انه في دانتين وقعوا في احد البيوت في هجلية كويس، وبحمد الله ما انفجروا خلاص. المدافع دي وهي بتقصف من سلاح المهندسين وهي بتقصف في الناس خلاص، في نفس الوقت الامريكان قال لك احنا مراقبين الكلام ده، وانت افتكرتهم حيلعبوا لمصلحتك انت على مصالحهم هم، يعني انت كمثلا كوز يعني الكيزان تلقى وقتهم كله مناشئ، انت مفتكر انه حتتغشى نفس غشة تفضل الاعتصام، انه انت كنت متوقع انه الامريكان وديل حيسمعوا اغنيه احمد امين وحيسمعوا وحيبكوا وترامب دي لما بتدردك في الوطن، يا زول ده مجتمع دولي ده عنده مصالح ما دايره تتضرر في السودان، امسك لي وقت عليك ما عنده كلام كثير. خلاص المجتمع الدولي ده الان كويس قدام عينه شايف انه البرهان طياراته بتضرب في المستشفيات بتضرب في البيوت، حتى وان كان حول الدعم السريع في النهايه هو مدان الان قدام المجتمع الدولي، الان كده يعد هو الخرق الهدنه، وكلام عضو الكونغرس الليله كان واضح جدا كويس، بالاضافه لانه التصريحات بتاعت بلينكن خلاص، والناس اللي قاعدين في الوطن سامعين صوت السوخوية الليله كويس، لما حافظينها بموديلها خلاص سامعين صوت الليله سامعين انها بتضرب، كانت الكلام ده كله لغايه ما طلع تصريح بلينكن قام خف شويه، بعد شويه ثاني بيجي في ضرب الكلام ده يا برهان والله والله كويس والله انت مجرور والله على انه يا البند السابع فعلا يا اما انه حذروا لك الطيران، والله انت ماشي على المرحله دي والله معلش يا جماعه والله والله يا اخوانا هجوم على اللايف، عشان كده يا ريت اي زول يعمل معانا 10 شيرات سريعه كده، انا نسبه المشاهده عندي واقفه والله ما عارفها كويس، اي زول يعمل معانا شير كده بسرعه، يعمل معانا لايك بسرعه كويس. والله يا جماعه في زول جاري الجيش ده على انه والله لما نحضر له الطيران ولا لغايه ما انه اتخذ قرار، كلام فولكر مع حميدتي ما ضد، اقرا تصريحاته ده ما كلامي انا، اقرا تصريحاته مع الدعم السريع ما مع الجيش، اسمعوا الكلام ده كلام فولكر خلاص. الكلام بتاع المجتمع الدولي ما صاب في مرحله ما صاب في اتجاه برهان، اقول لكم بكل وضوح الناس الدايرين يعيشوا مخدرين ويغشوهم ويخدعوهم، وانه لا لا معلش انت داير الحقيقه هاي دي الحقيقه خلاص دي الحقيقه كويس، وانا ما بعيش يعني في الوهم اللي كان معيش فيه منعم سليمان، الناس
كويس كزول بيتعدى على اعراض الناس، بيتعدى على يعني الناس، بيتهم ويغذف الناس بالباطل خلاص، يعني كان وشخص كذاب جدا لدرجه كذاب اشر، فهمت يعني؟ سبحان الله وبحمده. فيلا انا بقول لك انه انا اتمنى انتخابات نزيهه مبكره، لكن بالمقابل نتمنى انه الناس الان تتفق يا اخواننا، دايرين اتفاق عاجل، دايرين البلد دي تمرق من عنق الزجاجه اللي هي فيه. نحن الان في مياه كثيره بتعبر تحت الجسر، في مياه كثيره بتعبر تحت الجسر، وانا حقيقه ما كنت داير اعمل اللايف ده، لكن حقيقه لما شفت موضوع الجزولي وشفت المواضيع تراكمت قلت اطلع من لحظه لاخرى، وان كنت والله اللايف ده ذاتي بطلعه بعد صعوبات، والله والله بطلعه بعد صعوبات. يا جماعة والله يا أخي يا أخي والله ما أعرف غايته، بس غايته المهم كلامي ده وصلكم يا أخواننا كويس. قلت لكم آخر حاجة، وإن كنت أنا واحد من الناس ما كنت داير أعمل لايف الليلة، والله أنا زادي مضغوط ضغوط تقيلة خلاص، لما داير أعمل لايف يعني بحتاج لاجتماع ساعة ونص مع الوالدة ربنا يديها العافية، في إنه يعني اللايف وما اللايف، ولذلك في ضغوط يا أخواننا بتكون على الإنسان مرات أسرية في كده نفسية، ممكن ضغوط كثيرة يعني أنواع هي، فبالتالي الضغط الأسري حق الفيتو يعني. فعموما نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والأمان للبلاد، نسأل الله الطمأنينة وأن ينشر الطمأنينة في الشعب السوداني. ومعليش أنا شغال فيكم زي ما قال معط 21 دقيقة، فإن شاء الله حكايتي قلتها وعندكم تركتها فاحفظوها. يا ريت لايككم وشيركم يا أخواننا، لايك وشير، في نشطة بيطلعوا بيقولوا بيهاجموا بيتفقوا بيأيدوا، لكن بيقدموا مبادرات بيخدموا الناس اللي بينزحوا، ده كلام كويس جدا، ده كلام بيدق في صميم العمل الوطني كويس، زي ما انه برضه شايفين انه الجيش في جزء منه بيقدم عمل ايضا ايجابي جدا، وده كلام ممتاز، ده كلام ممتاز جدا. في جزء ايضا من الدعم السريع شفناه بيوزع على الناس من المؤونات، والمواطن احوج لها الايام دي صراحه كويس، نقولها بوضوح. والاغاثات الجايه دي يا اخواننا، الاغاثات الجايه في كيزان بدوا يسجلوا في مربعات طوالي سريع 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 باسامي الناس عشان ياكلوا القروش دي يا اخواننا، اتقوا الله يا اخي، دي قروش دي لضعاف لمساكين يا اخواننا خلاص، لمساكين كويس. فبالتالي النقطة دي برضها لازم تتوزن. عموما ما نتمنى ابدا الحرب، نتمنى السلام، ونسأل الله السلام. يا ريت لايكك مشاركتك معانا، لايك شير، وصلوا معانا اللايف لابعد مستوى عندكم. حكايتي قلتها عندكم تركتها كما قلت. عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تحية وسلام.